خلال دقايق هتبدأ دورة كأس العاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتشهد مشاركة 4 منتخبات: مصر ونيوزيلندا وكرواتيا وتونس. الماتش هيبتدي خلال يمكن 3 دقايق الساعة 10 ما بين مصر ونيوزيلندا. الدورة دي ده الظهور الأول والمهمة الأولى لكابتن حسام حسن كمدير فني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم. الحقيقة الناس مستنية كتير من كابتن حسام حسن بعد يعني الأداء الباهت لمنتخبنا في كأس الأمم الأفريقية في 2023، فمنتظرين هيقدم لنا إيه كابتن حسام حسن مع المنتخب. وكمان المهم واللافت للدورة دي إنه ده افتتاح استاد مصر بالعاصمة الجديدة، والحقيقة زي ما حضراتكم أكيد تابعتوا وشفتوا الصورة، هو واحد من أكبر ملاعب كرة القدم في إفريقيا والشرق الأوسط، ساعته تقريبا ممكن توصل ل 90,000 متفرج. محتاجين ان احنا كنا يعني يكون عندنا هذه الامكانيات وهذه البنى التحتيه علشان نقدر نستقبل بطولات عالميه. خلينا نعرف مع حضراتكم تفاصيل اكتر عن البطوله، وكمان نتكلم عن تشكيل منتخب مصر لمواجهه نيوزيلندا اللي خلاص تقريبا بتبتدي مع الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير عليك، وازاي شايف استعدادات كابتن حسام حسن لمهمته الاولى مع منتخبنا الوطني النهارده امام نيوزيلندا؟ مساء الخير على حضرتك يا استاذ هجير، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا مباراه مهمه جدا، ضربه البدايه للكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني. اكيد الناس كلها منتظره تشوف الاداء مع كابتن حسام حسن هيبقى عامل ازاي، ايه الاختلافات عن الاداء اللي قدمه منتخبنا الوطني في كاس الامم الافريقيه الاخيره مع فيكتوريا. شايفين التشكيل اللي بيلعب بيه الكابتن حسام، اعتقد ان هو تشكيل هجومي، وده اللي كان الجمهور محتاجه، محتاج يشوف منتخبنا الوطني اللي هو النسخه الجديده لمنتخبنا اللي بنشوفها شفناها قبل كده في بطولات كتير بنلعب كره هجوميه، بنعتمد على الكره والاداء الجميل اللي دايما بيمتع المصريين. فاعتقد مفيش فرصه احسن من كده، بتلعب مع نيوزيلندا منتخب مش كبير بالشكل اللي يخوف او اللي يخض زي ما بنقول في عالم كره القدم، لكنه منتخب من المنتخبات المحترمه. اعتقد النهارده 103 عالميا تقريبا نيوزيلندا، فبرضه ما هوش منتخب يستهان بيه. لا مش منتخب ضعيف، بس مش من الاسماء القويه برضه، بس مدرسه جديده بنلعبها، مدرسه مختلفه عن المدارس اللي واجهناها قبل كده. اعتقد النهارده يعني كل التمنيات للكابتن حسام حسن ونجوم منتخبنا ان هم عندهم هدفين النهارده: استعاده الهيبه واستعاده الروح، وان يقدموا رساله للجمهور اللي قطع مشاوير كبيره جدا جدا عشان يأزرهم ويشجعهم في الاستاد. فمحتاجين ان دي تكون البدايه لعوده الجماهير المصريه للالتفاف حول المنتخب الوطني مره اخرى. احنا كمان عندنا غيابات كتير واصابات كتير في المنتخب، وظهور ايضا للعيبه جدد مع كابتن حسام حسن، شايف ده ازاي؟ دي الرساله، دي الرساله اللي كان بيوجهها الكابتن حسام واتكلم عنها في المؤتمر الصحفي، ان هو جاب بعض الوجوه الجديده، استبعد بعض الاسماء اللي كانت شبه ضامنه مكانها في المعسكرات السابقه لمنتخبنا الوطني. فلما واحد سال على ده في المؤتمر الصحفي قال لك ده مفيش لاعب ضامن وجوده، ومفيش لاعب هيتم استبعاده بشكل دائم، كل اللعيبه او باب المنتخب مفتوح امام كل اللاعبين اللي هيجتهد وهيكون موجود معانا هنا في المنتخب. ودي الرساله اللي بيوجهها للكابتن حسام، عايز يحسس الناس ان فعلا في منتخب مصر وفي اختيارات كلها فير، وبالتالي مستواك في الملعب سواء بقى في الدوري المحلي او بالنسبه للعيبه المحترفين هيكون هو الضمانه الوحيده لوجودك مع المنتخب. وهو عامل توليفه كويسه، توليفه كويسه من مجموعه من اللعيبه. لما اقول لحضرتك التشكيل، يعني لو قلت لحضرتك التشكيل كده على الهواء: محمد ابو جبل في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمد هاني، محمد عبد المنعم، راضي ربيعه، محمد حمدي، وسط الملعب مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي قفشه، وثلاثي خط هجوم عمر مرموش، تريزيجيه، مصطفى محمد. لما تشوف التشكيله والتنوع اللي موجود فيها من لعيبه، في لعيبه بتلعب جنب بعضيها في النادي الاهلي تقريبا اكثر من لاعب: ربيعه، منعم، محمد هاني، ده بيلعب مع النادي الاهلي، مروان وامام وقفشه، 11 لعيب تقريبا من النادي الاهلي. بس في التشكيله معانا بنتكلم حضرتك في 6 لاعبين في التشكيله الاساسيه من 11 لاعب. ده بيوريك نوع من انواع الانسجام. الكابتن حسام هدفه الانسجام، يكون في انسجام في الملعب، مش هدفه دايما كنا بنشوف في معسكرات سابقه ومع مديرين فنيين اخرين فكره اللي هو التنوع في التشكيل عشان ما يقولش عليا انا بجامل الاهلي وبجامل الزمالك. كنا بنعمل تشكيل ائتلافي، رغم ان احنا ممكن نعمل تشكيل، يعني لما تشكيل منتخب مصر يكون معتمد على الاهلي، معتمد على الزمالك، المهم ان يكون في 11 راجل في الملعب يقدروا يحققوا طموحات الجماهير ويحققوا نتائج طيبه. فده اللي عامله الكابتن حسام، بنتمنى له التوفيق لان هو عنده مهمه كبيره جدا جدا جدا، مهمه استعاده الهيبه للمدرب الوطني. صحيح. لان لا قدر الله في حاله
يعني فشل الكابتن حسام وده حاجه ما بنتمناهاش، صعب جدا تلاقي على مدار السنين المقبله اي اسم وطني يقود منتخبنا الوطني. صحيح. عايز اسالك طيب عن قيمه البطوله دي والمنتخبات المشاركه الاربع منتخبات دي، والفيفا ادرجتها على الاجنده الدوليه ليها، وقيمه هذا الادراج بالنسبه لهذه المنتخبات، هل ده مثلا بيغير تصنيف المنتخبات دي دوليا؟ طبعا لما البطوله بتكون معتمده من الاتحاد الدولي التصنيف بيفرق معاك، المكسب والخساره تفرق معاك في الدرجات اللي بتحصلي عليها، وبالتالي بتفرق مع المنتخبات في التصنيف. بس انا يعني بالنسبه لي من وجهه نظري اهميه البطوله دي في حاجتين. اول حاجه بتبين القدرات البشريه والتحتيه والبنيه التحتيه لمصر، البطوله بتتلعب في الامارات وتم الاتفاق عليها وتم حجز التذاكر بالفعل تقريبا في 48 ساعه بنفس المنتخبات بنفس كل الظروف في القاهره، فده بيقول ان احنا عندنا قامات بشريه كبيره جدا وعندنا قدرات بشريه في تنظيم البطولات اللي حقيقي مصر متفوقه في فتره كبيره جدا، يعني تقريبا من كورونا ومن بعدها نظمنا عدد كبير جدا من البطولات. الحاجه الثانيه المهمه الافتتاح الصرح العظيم استاد مصر، ومش عايز اقول لحضرتك ان هو مش استاد واحد، دي مدينه مصر الاولمبيه في العاصمه الاداريه، المدينه كلها على بعض بتضم يعني استادات وملاعب مختلفه الالعاب مختلفه كتير جدا، فالمدينه كلها اضافه كبيره جدا جدا للبنيه التحتيه في الرياضه المصريه، وهتكون زي ما بنقول كده عامل من عوامل الجذب ان انت تستضيفي بطولات مهمه في الفتره الجايه، طبعا بخلاف الاستفاده الفنيه من تواجد البطوله، طبعا منتخبات زي كرواتيا وتونس ومعاهم نيوزيلندا مع منتخبنا الوطني هنا في مصر مع ادراج البطوله، لما حضرتك هتتفرجي على الصحافه الكرواتيه مثلا لما تتكلم عن البطوله على اعتبار النجم الابرز المشارك لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد، هتلاقي العالم كله والصحافه الكرواتيه والصحافه الاسبانيه كلها بتتكلم عن مشاركه مودريتش، وبالتالي هتظهر الجانب الجيد في مصر ومنشاتها الرياضيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هاني عبد الصبور الناقد الرياضي، طبعا بنتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني ونشوف يعني سهرة كروية ممتعة للناس كلها، شكرا جزيلا على وجودك معنا.